تغادر بعثة فريق الأهلي برئاسة طارق أنديل عصر يوم غد الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في افتتاح مواجهات بالدور الإفريقي لكرة القدم التي ستقام يوم الجمعة المقبل. ومن المؤمل أن يخوض الأهلي صباح غد ميرانا قبل السفر عصرا إلى تنزانيا. غادر الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى تنزانيا برفقة سمير عدلي المدير الإداري ليسبقا بعثة الفريق إلى العاصمة دار السلام، وذلك من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب. حصدت فرق السباحة بالنادي الأهلي مرحلة العموم رجال وسيدات ومرحلة الناشئين والناشئات الكأس العام لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة والتي أقيمت منافساتها بالأسكندرية واختتمت فعالياتها اليوم. وصلت بعثة منتخبنا الوطني اليوم إلى القاهرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا والجزائر، حيث فاز المنتخب بهدف دون رد في المباراة الأولى أمام زامبيا وتعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، بينما غادر لاعبون المحترفين من الإمارات للانضمام إلى أنديتهم. أهدى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم ومحمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة الدرع الخاص بهما إلى وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق والمشرف العام على حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي أن محمد الشناوي هو الأفضل منذ عام 2018 وحتى عام 2023. تصدر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي للسكواش التصنيف العالمي لأول مرة في تاريخه ليصبح أصغر لاعب مصري يتصدر التصنيف وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف العالمي. وجاء تصدر لاعب الأهلي للتصنيف العالمي مباشرة نتيجة زيادة رصيده من النقاط بعد تتويجه ببطولة هيوستن المفتوحة للسكواش. أعلن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس اتحاد البحر الأبيض المتوسط للمواي تاي عن فوز مصر بشرف تنظيم البطولة الإفريقية للمواي تاي المقرر إقامتها في منتصف فبراير المقبل. كشفت تقارير صحفية عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2023 التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وذكرت التقارير أن فرانس فوتبول أبلغت ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي أنه الفائز بالجائزة، وأن المجلة أرسلت صحفيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مقابلة مع ميسي قبل الإعلان عن اسم الفائز خلال حفل بالعاصمة الفرنسية باريس 30 من الشهر الحالي. اعترف الدولي الفرنسي إدوارد كامافينجا لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني خلال حديثه لصحيفة مارك الإسبانية أنه لا يحب المشاركة في مركز الظهير الأيسر الذي داوم اللاعب فيه في نهاية الموسم الماضي ومطلع هذا الموسم. كشفت صحيفة صن البريطانية عن عدم وجود نية من إدارة نادي روما الإيطالي تجديد عقد المدرب جوزيه مورينيو مع اقتراب انتهاء عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي، في ظل تعثر الفريق الذي يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإيطالي بعد 3 انتصارات فقط في أول 8 مباريات. رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 127 هدفاً مع منتخب بلاده بعد تسجيل هدفين في مرمى البوسنة والهرسك في المباراة التي انتهت بخماسية، وأصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المنتخبات. تفوق رونالدو مهاجم النصر السعودي على كل من هالاند وكيليان مبابي، وأصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في العالم خلال عام 2023 برصيد 40 هدفاً مقابل 39 هدفاً لقاطرة مانشستر سيتي و35 لنجم باريس سان جيرمان. أفادت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من نادي ويست هام الإنجليزي للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد أن تم تجريد ماغواير من شارة قيادة مانشستر خلال الصيف.